مزايا الكتب هذه المرة؟ والله شوف، هذا موضوع مؤلم. فالآن تعرف صديقنا المخرج اللي صاعد لسماء الإبداع بسرعة الصاروخ نحو السماء، سماء الإبداع، الآن هو في هونغ كونغ، الأستاذ محمود صباغ يعرض فيلم في منتدى دولي عن الأفلام ويرفع رؤوسنا هناك. في هذا الوقت هو مقدم شكوى في وزارة الثقافة والإعلام في جدة. قبل سنة شفت كتاب اسمه موسوعة جدة، واتضح أنه سارق أكثر من 30 صفحة لأخونا العزيز محمود صباغ. محمود قلت يعني تشاور محمود معي فذهب إلى وزارة الثقافة وقدم شكوى رسمية من سنة اللجنة الحقوق الفكرية. راحت اللجنة وجات اللجنة وبانتظار حكم في الرياض، فتفاجأ أن المعاملة ضاعت، قالوا قدم من جديد. في هذا الوقت يعني فعلا أنا حاولت أشتري الكتاب موسوعة جدة، لقيته أكثر من 400 ريال سعره. الآن أنت هو سارق تقريبا 30 صفحة بالحرف، حرف حرف، غير اللي سرق منها صفحة صفحتين أو سرقها من محمود، والوزارة ضيعت المعاملة. يجب وزارة الثقافة تحرمه من محمود. نعم، والمعاملة ضيع ولا، ومحمود يعني روى القصة كاملة، أنا أستحي أقولها وما في وقت أقولها، يعني أنه جيب إفادة، كتب إفادة، ناد المؤلف السارق فكتب إفادته، فقالوا ما ردك على إفادة، وقالوا أنه فعلا أنت يعني مظلوم 100%، رفعوا الأوراق للرياض ينتظر الرد، تفاجأ أن المعاملة ضاعت. الآن قالوا لي إذا رجعت من هونغ كونغ قدم طلب من جديد. يعني شيء محزن والله يا أبو سعد. يعني محمود هذا شاب وطني ممتاز يصنع افلام، مشغول في قضايا روتينيه انه مسروق، المفروض هذه بدون قرار تشوف الصفحات متطابقه خلاص الحكم يصير المحمود. لكن مع الاسف انا اتمنى صوتنا يصل، اول مره تطرح القضيه في جهاز اعلامي، يعني لا في صحف ولا شيء، لان محمود رجل يعني ما يحب المشاكل وعفيف وداخل. قلت له انا اعطيني الموضوع نحطه في هلا ضمن مزايا الكتب، وهذا كتاب يباع الان، بيع منه يمكن عشرات الالاف من النسخ وبثمن غالي، وهو جهد محمود من مدونة محمود. نعم، هذا لا يعني أتمنى الوزارة نعم. يسمعونا أو الوزير يسمعنا، ما أنه هو وزير ثقافة وإعلام، فبالتالي يعني يفترض أنه هذا الموضوع يستفزه يعني ويعمل حل سريع. طيب نروح لعبارة